قامت تلاقي اشاعات ووقفت معانا ودفعت لنا حق الاوفر. انا بقول لاستاذ السمر حقك عليا، ما تزعليش مني على كل اللي انا عملته معاكي، بس كان غصب عني والله ما بارادتي. وربنا يديك الصحه ويحنن عليك الناس كلها يا رب. وانا بقول لك حقك عليا وما تزعليش مني، عشان انا كنت كان في حد كان بيقول لي اقول كده. طيب لما خبطتي على باب سمر فتحتولي ما قالتش لا. قابلتك ازاي؟ بكل حب. اه والله وبسيتها بكل حب ووديتها للدكتور. وديتها للدكتور. ما زعلتش منك ولا عدتك؟ لا لا ما قالتلاش حاجه. قلت لها انا عملت فيك حاجه يا اسماء؟ لا لا ما قالتليش حاجه. بقول لها حقك عليا وما تزعليش مني عشان اسمع. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اللحظه دي عايزه لايف. جميله ربنا يحفظك. والله اللهم صل على النبي، تحت بينا وقالت لها هاتي اوبر وحاسبك عليه، وفتحت الدار فرقت علينا الوجبات اول وما كلتش هي، وادتني هدوم وقالت لي خدي اكل، وهي اللي وقفت جنبنا. فين اللي بيقف جنب حد دلوقتي؟ اللي جنبنا الصراحه ولا 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 حد واقف جنبنا من الناس. قالت لي لو محتاجه عمليه اعمل من اللي اذوها، واقف جنبك وهاخدك واعمل كل حاجه. هي بتاخد فتره العلاج عندي. ربنا يرضيها يا رب اذا ما رضيتني. طيب هتقول لها ايه بقى بما انك غلطت في حقها؟ اقول لها ما تزعليش مني وحقك عليا، وانا عارفه ان انت ما بتزعليش من حد، قلبها ابيض. قلت لي بقى لما خبطتي عليها عملت معاكي ايه؟ فتحت لي باب ما قالتليش لا، وقالت لي مستعد اخدك تاني بس لما تبقي كويسه. اتحسنت على العلاج؟ حسنت على العلاج والله. مين اللي جاب لها العلاج؟ هي اللي جابت لها العلاج. طب ازاي وهي غلطه فيها؟ اهو بقى هي قلبها حلو، ما هو ولاد الحرام بقى ما خلوا لولاد الحلال حاجه. يعني انت رغم اللي انت عملتيه جابت لك العلاج وما سابتكيش؟ لا ما سابتكيش. طب هي ما اعلنتش ده على الفيسبوك اساسا؟ ما هي عشان كويسه. انا اللي شفتك دلوقتي قلت ازاي؟ ما هي عشان قلبها حلو. هي ما اعلنتش اللي هي بتعمل معاكي ايه؟ عشان هي بتعمل خير. عشان هي بتعمل خير، واللي بيعمل خير ما بيقولش عليه. طيب لحظة. يعني هي عملت خير معانا من قبل ما نيجي الدار برضك. ما جيناش الدار، المرة اللي فاتت ودتنا على المستشفى على طول، مستشفى اللي هي مدينة البدر العام. طيب دلوقتي لو هتقولي. وقامت بالواجب وقامت تلاقي اشاعات ووقفت معانا ودفعت لنا حق الاوبر وكل حاجه. لو هتوجهي بقى كلمه انت لاستاذه سمر هتقول لها ايه؟ اقول لها والله جزاك كل خير على اللي انت بتعمليه. كل اللي انت بتوفي معاهم وبتجيبيهم ميتين من الشارع ومتبهدلين في الشارع عايشين هنا، والله حياه كريمه. من اكل الشرب اللبس، يعني ربنا يكفيها في شر ولاده الحرام. كلمه اخيره على اللي هم بيعملوه معاها. ربنا يرضيها ويسعدها ويبعد عنها اي حاجه وحشه يا رب. ما دام بتقف جنب الغلبان وبتساعده تكفي دي بس. يبعد عنها اي حاجه وحشه.